السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا بناتي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله، يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. بصراحة قبل ما نبدأ بقى، يعني انا بسلم عليكم بس زعلانة منكم بصراحة. يعني اتنين تلاتة اللي بيسألوا على ماما نونا بس يا بنات، يعني ده اسمه كلام؟ احنا يعني ما فيش بينا عشرة، ما فيش بينا اخد وعطا، ما فيش بينا نم وكلام عن الناس مثلا؟ يعني كل ده راح كده هدر، انا بطلع كده هدر معاكم؟ يعني مفيش حد كده يكتب له ماما نونا ارجعي، ماما نونا انتي فين، عامله ايه، وحشتينا؟ ده اسمه كلام؟ يعني اشحال ما كنت زي مامتكم، يعني ده يعني لو تسمحوا لي ان اكون زي مامتكم، استنى حد يقول ماما نونا، نشجب ونطالب بماما نونا. مفيش حد شجب، ما حدش شجب خالص، انا الواحد اللي بقعد اشجب كده وارجع كده بصراحه يعني حزت عليا نفسيتي، وانتوا عارفين ان انا نفسيتي كده ضعيفه وبتحز بسرعه. والله العظيم بتحز بسرعه، بس انا حاولت افكها شويه كده، يعني قلت ايه واطلع لكم. المهم انتوا بصراحه يعني رغم ان انتوا ما بتسالوش عليا، بس انتوا وحشتوني بصراحه، يعني وحشتوني. المهم بقى هنخش في الموضوع عشان ايه ما اطولش عليكم. يمكن عشان بخرج بره الموضوع، عشان كده ما كنتش بتسألوا عليا، يمكن انا مش عارفه. المهم نخش بقى في الموضوع، واحاول يا رب اعرف اركز، يا رب اعرف اركز وما اخرجش بره الموضوع. ايه بنات ده؟ ايه يا بنات اللي حصل لكم؟ انتوا بقيتوا قلالات ادب ليه كده؟ والله العظيم حاله هوبليستيس، والله العظيم هوبليستيس هوبليستيس، بقيتوا حاله ميؤوسه منها. والله العظيم مش عارفه في ايه. شويه البنات بقت قليله ادب، شويه البنات تحلف بالطلاق، شويه البنات تعمل زي الرجاله. ايه يا بنات؟ إيه احنا ما كناش كده يا بنات. يعني شويه البنت النهارده طلعت الدنيا اتقلبت، والله العظيم اتقلبت عليها واتيها، وقال لك البنت ايه؟ قالت لك قاعده في كتب كتاب. ده انا اصلا في كتب كده ما طلعتش ولا شفت حتى الحج، لاني لو كنت طلعت حد لما كنت كملت الجواز. اول ما مش عايز اخرج بره الموضوع، عشان الحج كمان بيشوف حبيب الحج بيشوف الحلقه. يعني احنا ما كناش بنخرج يا بنات نشوف الراجل، ودي قاعده يا بنات ومن جعصه كده على الكرسي وصوتها عالي، وتقول لك انت اهم من جدجزاتي وملك حياتي وملك طموحاتي وحاجات كده انا ما درستهاش بصراحه. يعني انا انتوا عارفين ان انا خريجه علوم اقتصاديه وسياسه واقتصاد، فانا ما درستش الحاجات دي. اول مره اسمع الحاجات دي، تقول له انت اهم من جدجزاتي واخر طموحاتي. اخر طموحاتك ايه يا بنتي؟ ده انت لسه بادئه جوازه، اخر طموحاتك فين؟ يخرب بيت سنينك، يخرب بيت سنينك. قلنا ماشي، يمكن الواد زي الفل، ورده شمعه مفتحه فجاه. الله اكبر، الله اكبر، اشتتا اشتت. تحس ان حد كده ايه، تحس ان هي كانت بتتعطى حاجه، شيشه تفاح ولا انا مش عارف، فجاه كده تحس ان اللي عليها حضر. والله العظيم، والله العظيم تحس ان اللي عليها حضر، وفجأة كده الكلام بقى احول. والله العظيم يا بنات، يعني انا مش عارفه انتوا شفتوا القصه ولا ما شفتوهاش. تقول له ايه؟ انا عندي طلب. بدأتها كده بطلب. يا بنتي صلي على النبي، الطلب ده يبقى بعد الجواز مش قبل، مش تص كده. يخرب بيت سنينك السود عليكي، يخرب بيت. قهرتيني والله العظيم، قهرتيني. قالت له انا عندي طلب. الواد سكت، يا لهوي جزمه ما فتحش بقه الولد. الواد يعني اللهم صل على النبي، ادب ايه واخلاق ايه وتيبت ايه يتحط على الجرح؟ مش يولع، ده الحاج اللي بيتحط على الجرح يولع. لا ده اللهم صل على النبي، بصراحه يعني كان يتحط على الجرح يتيب. انا اقول اللي ليا يا بنات واقول اللي عليا، انا ما احبش كده. قالت له انا ليا شرط. احط اهلك في عينيا، تحطي اهلي في عينيك. ايوه عندي كفاءه ولع في الدنيا وما فيها. يا اخويا يا بنت، انت كنت شاربه تانجو خبت سنينك، ايه اللي انت قلتيه ده يا بنت؟ وراحت طالعه كده، وراحت امي ثم امي ثم امي، لاخر يوم في عمري يا ابن
لا ما مش هكمل. ايه بنتي ده؟ خرب بيت سنين امك اللي انت عماله بترفعي. امك دي يا بنت ما عرفتش تربيكي ولا عملت فيكي ايه؟ خرب بيت سنين ده انت هتشوفي ايام اسود من شعر راس امك. الله الوكيل، والله العظيم تبقى ايام سودة عليكي وعلى امك الايام اللي جايه، والله العظيم. اما شحتتي في محكمه الاسره انت وامك وابوكي، ما تقوليش انا ماما نونا. ايه بنتي ده؟ بيت سنينك السودة يخرب بيت سنين. يا بنت انت كنت ولا واكله البان دكر ولا ايه؟ كنت محمشينا ليه كده يا بنت؟ الناس كلها تهدى يوم الجواز وانت اتعفرتي. ايه يا بنت ده؟ يا بنت الحاجات دي تتقال كده بينا وبين بعض؟ ده حتى انا لحد دلوقتي التونه بتاعت صوتي ما طلعتش على الحاج. الله الوكيل، إيه يعني صوتي كده اسمها ايه يا حاج؟ ما اسمهاش تونه، امال اسمها ايه يا اخويا رنجه؟ انما انا عسل يا حاج، وحياه ربنا والله العظيم لو لفيت الكره الارضيه دي رايح جاي رايح جاي 6 7 مرات، وحياه ربنا ما تلاقي دفي. اه عشان بقص وبرميه في الزباله، برميه في الزباله، فعشان كده مش هتلاقيه يا اخويا. ايه بت ايه يا بت النيله السودا اللي انت قعدتي قلتيها دي؟ امي ثم امي ثم امي، انا قلت اللي ليا وقلت اللي عليا، ويعني انا بصراحه طلعت بقى قلت ايه يا بنت ايه؟ اطلعي اشجبي، عشان انا بصراحة بحب الشاب. اه يعني بحب الشاب والكسب والركب. انا النهاردة والله تحس ان انا واكلة البان سحري. بس البنت دي كانت واكلة البان دكر. اه البنت دي كانت واكلة البان دكر ومأثر عليها. اه يا بنت يا بنت يا بنت عيب يا بنت، ده انت المفروض تاكلي البان سحري قبل الجواز يخرب بيت سنين. ايه ده؟ شمع دانا بسكوتة بتاع تقولي له امي ثم امي ثم امي. ايه ده يا بنت؟ ده احنا بنكتب امده كده وعرض خلق حلقه علشان نروح نزور امنا، وانت كده من اول ليله؟ طب التانيه جوزها طلع. الله الوكيل، حاجات بري منكو يا بنات الايام دي، بري منكو بري منكو، والله العظيم وحياه ربنا بري. انا خلاص انا قربت ادفع ادفع، ده انا هترش والله العظيم اللي بيحصل، اقسم بالله. وبما انكم قد بنات قلت بقى خلاص بقى خلاص انا هطلع. مش عايز اعيط، انا مش جايه انكد عليكم بعد طول الغياب ده. ايه بنت الجراءه اللي انت فيها دي يا بنت؟ يا بنت ده انا بقالي 5 يا بنت ده انا داخله على 90 سنه والحاج ما صوتي ما بيعلاش عليه، وانت من اول يوم؟ طب كنت علمتيني يا بنت؟ طب قلت لسانك ازاي يا بنت؟ ولا كنت عرفتيني الطريقه؟ طيب اكسبي فيا ثواب، اكسبي فيا، ده انا خلاص ده صوتي قرب يبقى منخفض الحراره خالص، ما بقاش يطلع من كتر ما من اول يوم. يا بختك، اه والله العظيم يا بختك، انا بحقد عليكي. اه مش علشان انت قلت امي ثم امي، لا عشان عرفت تتعلم، عشان عرفت تتعلم صوتك عليه من اول يوم. اه والله العظيم، اه انا كان نفسي كان طموحاتي وامل حياتي ان التونه بتاعت صوتي تطلع بس كده قدام الحق. اه مش هقول له امي ثم امي، كنت يلا الله يسهلك ويحنن عليكي. انا بقى يعني اخرج من البيت وشي تقول ده دي بقى يعني دي كاتب البنات بيحصل لهم حالة يا بنات، والله العظيم بيركبهم جن ولا بيركبهم عفريت يوم الفرح. تقول عليا الطلاق، هي الرسمة كانت في ايدك يما ولا في كانت في رجلك ولا في ايه؟ قال لك اصل الجزمة كانت ضيقة عليك للدرجة دي، الجزمة ضيقة عليك تقوم حالفة بالطلاق؟ بالطلاق يعني خليتي انا بوظ الجوازة، انا بوظ، انا ماليش في جوازات اصلا. الله الوكيل، الله الوكيل، انا ماليا في جوازات، انا مش عارفة بصيلي على ايه. اي بصي اهدي يا اهدي يا حبيبة قلبي، يا بنات حصل فيكوا ايه؟ احنا نمنع لبان الدكر من مصر. اه والله لا خلاص احنا نبطل لبان دكر. اه خصوصا البت بيجي ياسمين دي، ده دي محشية لبان دكر. اه والله العظيم لما طفح عليها من عضلات وضربت كده بقت عاملة زي اي شكل اللبان الدكر، خلاص هي قلبت بقت لبان دكر. اه المهم يا بنات انا جيت بصراحة فضفض معاكوا، بس يعني عايزة حد يعمل فيا معروف يعرفني الجرأة دي بتجيبوها منين. اه يا لو بتتباع قولوا لي المكان اللي بيتباع فيها الجرأة دي، عشان حتى اعرف اقعد ودي مع الحاج اللي اعرف اقعد ودي مع الحاج. بس انا مش عايزه اكتر من كده والله العظيم، انا مش عايزه اكتر من كده، انت اعرف اقعد بس ودي معاه في الكلام التونه بتاعت صوتي تطلع شويه كده 5 سم، والله العظيم اكتر مش عايزه اكتر من 5 سم. المهم يا بنات انا بصراحه مش عارفه امسك نفسي،
عشان انا صعبان عليا نفسي، لان انا بيتضغط عليا كده بنات زي البصمه والله العظيم، من كتر ما انا مقهوره بيتضغط عليا زي البصمه كده، بتضغط عليا كده زي البصمه. انا قلت بقى اتكلم معاكم وافضفض معاكم، بس انا بقى ليا طلب، اللي يعرف الطريقه اللي الستات بتاخد على رجالتها فيها دي وتعلي التونه بتاعتها معاهم يريد تبعت لي الطريقه، تكتبها لي كده على الكومنت ولا في اي حته، المهم تعرفيني يا حبيبه قلبي. ولو بتاخدي البندكر برضو عرفيني نوعه ايه بالظبط عشان اشتريه برضو، يمكن اعرف اتكلم واخد وقتي مع الحاجه في اي حاجه. بس وانا من هنا بناشد ان انت قلت ادب، يعني احنا نقول لينا واللي علينا، انا نفسي اخد حقي واتكلم كده زيك، بس انت قلت ادب. انا بصراحه ما شفتش قله ادب بعد كده يا امي. انت بعد كده امي بينك وبين الراجل في قلب، لما تتجوزي يامه، لما تتجوزي يا حبيبه قلبي خلاص اتقفل عليكم باب واحد، قولوا له امك واللي جاب امك واللي جاب سيره ده بينكم وبين بعضكم يا ماما، بينكم وبين بعضكم يا امي، مش علني كده يا بنتي، مش علني. الناس هتحسدك والله العظيم، هتحسدك هتقول لك يا اللهم صل على النبي، يا بختك ان انت طولتي ايدك كده طولتي صوتك على جوزك. انا بقول لك عشان ما تتحزيش، مش احنا مش بنحكت، احنا بنحسد. والله العظيم انا لما كنت هذا راح حسدك وبقول لك، يا بختك يا بختك. انا ماما كان ماما نونا، انا بقول لك يا بختك ان انت عرفتي تتطاولي وتاخدي حقك وتشجبي من اول يوم. المهم يا بنات، انا اذا كنتوا بتسالوا عليا، انا زي ما بيكوا برضو، ورجلي بره ورجلي جوه، جوه المطبخ وبره المطبخ، واحد يفهم حاجه غلط. انا لسه في ذروه شبابي، ذروه شبابي. ماشي يا بنات، يا رب كده يعطرنا في قضيه جديده ان شاء الله، ونطلع نشجب ونحتج ونتكلم مع بعضينا. يلا اشوفكم على خير، ومع الف سلامه يا حبايب قلبي، انا بحبكم بحبكم في الله. ما تنسوش اللي قلته لكم، لو حد عارف الطريقه يبعتها لي، يبعتها لي بقى على الخاص عشان اعرف اخد وقتي كده مع الحاجه في الكلام. يلا باي باي يا بنات، باي باي.